بقى عماله تقولي بصي بصي ورينا بقى فرحانه انت. بصي منها زيرو ملح اول ما تشم الهواء من غير زيت بصي وتغمقي سنه بس. ايوه بس بسيط يعني. بصي الله عليك يا ماما فظيعه. بس ايه رايك في طعم الاسبقامي؟ والله تحفه ومسكر قوي. اما بقعد اقول للناس كده ما بيصدقوني. ما بيصدقوش ازاي فسيخ مسكر يعني. اه والله. قول لنا بقى شعارنا ايه؟ فسيخ ام مكه الطعم ليه الف تكه وتكه. ورينا بقى شقه الغلابه يا ولاد. شايفين اهو من قدامكم عشان ما تقولوش انتوا حاطين لون ولا حاطين اي حاجه. المهم حاطين لي فلتر على الخلقه دي. الناس بتقول لك انت عسل يا ماما. ربنا يخليكي والله. ام مكه يعني الفسيخ والفسيخ يعني ماما. بصوا يا شباب دي كده دي تاني. بص الزبده والله زبده والله زبده. الله حرام عليك يا ماما. الله شايفين شايفين حلاوه الفسيخ واللون شايفين بالله عليكم اللون. مش انا قلت لك بلاش نفتح فسيخ تاني هاكله تاني. السر في اللون ايه بقى؟ ان هو معمول طازه ملحه قليل. قد ايه؟ بقاله ممكن اسبوع. اسبوع طبعا في ناس واخده فكره غلط جدا عن الفسيخ. في ناس بتسيبه في ناس بتسيبه 40 يوم. اه 40 يوم. انت بقى بتسيبيه قد ايه؟ هو اسبوع. اسبوع في الشتاء بقى يبقى 10 ايام ان شاء الله. اصل في ناس تقول لك ايه ده احنا نسيبه 4 شهور. ما انا بقول ده في ناس بتقول ما هذا. اه الا هم اللي واخدين فكره عن الفسيخ اللي هو يعفنوه قوي. مش بتحط فيه ملح خالص؟ بنحط فيه ملح طبعا ملح خشن بعد ما بيطلع بنلفه بكركم وزيت بعد ما بيتملح عشان هو الشكل العادي. اللي جواه ده زيت؟ هو شفتي بينزل سمنه. شفتي عامل ازاي؟ اه ده من ايه بقى؟ فسيخه سمينه. لا سمينه. اه هي منزله سمنه هي من نفسها. الله شايفين يا جماعه اللون؟ والله ما بنلاقيش مكان ده. عايزه اقول لكم كمان ان خدوا بالكم في الشتاء لازم تصفيه 24 ساعة عشان ما ينشفش منك لان خسائر كبيرة جدا الفسيخ في الشتاء. خسائر؟ في ناس بتبقى قول لنا يا صاحبة الخبرة بيبقوا ملاحينه عادي كده اللي هو تغسله وممكن تصفيه ساعتين ثلاثة وترجع تملحه ويقعد 10 ايام و15 يوم وتفتح عليه تلاقيه ناشف تقول ايه ده لسه ما استواش وتلفه تاني وتكمل سواه تاني بملح تاني. وهو اصلا الفكرة ان هي اصلا طريقة التمليح غلط. هو في الشتاء عاوز طريقة كل حاجة مجهزاها هنا جنبها. البصل ماشي تلاقي، الليمون تلاقي، العيش تلاقي. والله العظيم والله العظيم عشان حاجة أحلى من كيلو لحمة. والله أحلى من كيلو لحمة. سعادة سعادة لا تتوصف. بصي بصي اللقمة دي هنا. أنت عارفة المشكلة إيه؟ الناس تقول لك إن أنت بتاكلي بكميات كبيرة فاكرين ان هو الملح اللي هو زي المالح ده او التقيل. ما طبعا دوت يعلي الضغط انما دوت على فكره عندي عامل زي وجبه التونه. انا عايزه اقول لك ان انت كده مش بتاكلي حاجه اصلا. بقول لهم بصراحه مش انت لسه ضايقه؟ اه والله جايه بتقولي قلت لي ماما اشتريت فسيخ من بره كان حادق قوي. ده والله زيرو ملح يا ولاد. الليمون والبصل والعيش فظيع. العيش الناشف بقى فظيع. العيش الناشف دي كده الوجبه الكامله بتاعت ماما. بتاكلي كام مره في اليوم يا ماما؟ هو بس ممكن اطلع لايف ممكن اعمل اعلان. ممكن الاقي نفسي جعانه قوي قوي بالليل. ما تعرفيش ايه السر في ان احنا ناكل فسيخ بالليل. اروح نازله المحل جايبه فسيخيه وطلع لو مش عارفه سايباه عندك في البيت. لا 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 لو عاوزه مصمص اخد واحده سليمه اخد نص كيلو سليم. ورينا بقى الشوكه دي. الناس بتقول في حاجه في الشوكه كده. اه بصي اعملي كده بطيخ. حته بطيخ. حته بطيخ يا ماما حلوة قوي والله. الناس بتقول لك حرام عليك ايه الاسعار؟ عندنا فسيخ بيبدا من 190 يا شباب. وبيبقى برضه كله زيرو ملح وعشان طب ايه الفرق بين الرخيص والغالي؟ مفيش فرق حجم سمكة بس. اه. كله متملح في البرميل واحد. الله البتاعة دي جامدة قوي. والله العظيم جامدة قوي. بقفل وعد ولا ايه؟ مش قادره يا معتز. بقفل وعد ولا ايه؟ الفسيخ هيموتني. قولي الناس بتقول لك ايه؟ واحده بتقول لي طريقه التمليح يا ام مكه. قلت كذا مره في الشتاء حاجه وفي الصيف حاجه. في الشتاء هتسيبيه مثلا 5 6 ساعات تصفى وتملحيه اسبوع. انما ده في الصيف اقصد. في الشتاء تصفيه 24 ساعه وما تخافيش خالص. وفي الشتاء وتروحي مملحاه 10 ايام. وتدفيه كويس.
وتحطيه في حته عاليه من المطبخ عشان ينجح معاك. مش بتخافي الناس تاخد منك سر المهنه كده؟ لا ده الرزق بتاع ربنا. وقناه اليوتيوب مليانه طرق. بس ام مكه غير، احنا شايفين يا جماعه هتاكل الجل. عايزه اقول لك ان هو في الرزق ده بيبقى بتاع ربنا. ممكن حد يعمل، كلنا هنموت ناكل بناكل كشري من بره، بس عمرنا ما عرفنا نعمله زي بتاع بره. دي حقيقه. كل واحد وليه رزق سبحان الله. كنت يا ام مكه ما كنتش عايزه تفتحيها، انت واخده بالك؟ بس هي جامده قوي. زيرو زيرو ملح. الناس بقى اللي ما بتصدقش زيرو ملح دي تيجي وتجرب. بيقعدوا يقولوا لي ايه؟ يعني ايه زيرو ملح؟ هو في فسيخ بيتملح من غير ملح؟ ايه زيرو ملح دي؟ ايوه يا جماعه بيبقى متحكمين في نسبه الملح، وزي ان انت لايام معينه بتروح مدخله الفريزر فبتوقف التمليح بقى. تيجي ناس كمان بقى قول لنا بقى على الرنجه دي من غير ما تفتحيها. الرنجه بتاعتنا ديت هولندي بس جامده. دي هولندي. بصي اسمها رنجة ياسمينة. ايه الرنجة اللي بنشوفها برضه بقى اللي بتبقى ثورية دي والله انا رحت مكان ما مشهور جدا. كنت عايزه اقول له بص رنجة كنا ما بنبيعش الرنجة دي للناس، ومغلفة بطريقة شيك جدا وحاطط عليها سعر عالي. على الصحراوي هو طبعا كلنا عارف. عايزه اقول له والنبي طب ما تجيب الرنجة الثمينة الهولندي دي بقى، عندي كرتونة 6 كيلو متنقية بالواحدة. الواحدة ما فيهاش عيب. ايه بقى الفرق بينها وبين اي رنجة ثانية؟ السعر. ايه؟ كان اساله هو ايه بقى الفرق اللي هو الرنجايه ديت اسمها رنجايه متنقيه بالواحده عشان كده سعرها عالي. الكرتونه بتبدا من 100 جنيه. الكرتونه عندك بيجيبها لك التاجر 6 كيلو الحبايه حبايه. لو واحده فيها خدش بسيبها على جنب بترجع له، لان الزبون بيبقى عارف هو بيشتري حاجه نظيفه. يعني دي مثلا لو حد هياخدها بكام؟ الرنجايه دي ممكن تعمل على ميزان 30 جنيه. 30 جنيه. بس حاجه يكون فيها برضو البطارخ والحاجات دي. لا طبعا عشان احنا في الشتاء في الصيف لسه موسم البطارخ مش احسن حاجه. فطبعا انا مفهمه زبوني ان انا ما بشتغلش في رنجه بطارخ عشان بتبقى متخزنه. ايوه. انما لما يجي الشتاء بقى هنلاقي رنجه زي ديت ومبطرخه وبنفس السعر. امال ايه اللي نفخها كده؟ هي اسمها سمينه. اللي نفخها كده ان هي اسمها رنجه سمينه. وبعدين عمال اقول لك ان هي نوع حلو ونضيف. عارفه في زبون هنا يجي يقول لي ما في رنجه بتتباع ب70 جنيه، اقول له هات منها. في فرق السما والارض. انت تاكلي حاجه نظيفه، رنجه لحمها ابيض، زيرو ملح، طعمه مدخنه. السمينه هي نفسها اللحمه جواها بتنزل زيت. وانت دلوقتي بتقولي امال ايه نفخها كده ده ما ينفعش بطروق. لا جامده جامده والله. يعني زي ما احنا شايفين ام مكه عنوانك فين بقى؟ رشاح الخصوص، شارع العرب، برج ناصر، محل فسيخ ام مكه. ابحثوا عن فسيخ ام مكه على الفيسبوك مش هتلاقوا غيري اصلا على الفيسبوك. ام مكه المشهوره جدا. قوي. شكرا على حسن المتابعه ومتابعه موقع بصراحه الاجبال في كل مكان. كانت معكم ايه السلام.